استطيع ان اقول لك اولا اخر 7 أو 8 سنوات من حياه الدكتور فرج فوضى هو توفى الى رحمه الله يوم 8 يونيو 92. اخر 7 أو 8 سنوات كان الملاصق والملازم له فرد واحد. طب بالمناسبه دي حضرتك حضرت المناظره الشهيره في معرض الكتاب. هم مناظرتين الناس مش واخده بالها، واحده في اسكندريه الثانيه في معرض الكتاب. بس هي اللي عليها العين يعني معرض الكتاب. طبعا الاثنين قبليها بيوم ببقى انا قاعد او يومين قاعدين مع بعضينا ونتحدث ونتكلم ونتجاذب اطراف الحديث. اولا هو رجل اقول بملء الفم رجل مسلم حتى النخاع. قولا واحدا محدش يقدر يشكك في ده الا انا واحده هو اللي لا هم شككوا في ده. رجل يعرف الدين الاسلامي اكثر من كثير جدا من المتاسلمين حاليا وسابقا وقبل السابق. رجل مثقف من الدرجه الاولى. هو كان استاذ حضرتك يا دكتور سعد. هو استاذ اقتصاد زراعي في زراعه عين شمس، تعرفت عليه وانا في كليه تجاره عين شمس، جد انا كم محاضره ومنذ ذلك التاريخ تلازمنا الى ان توفاه الله. اخر واحد خارج من مكتبه يوم 92 كنت انا قبل ما يتوفى ب7 دقائق. قبل ما يطلع المكتب كان خارج من المكتب. هو كان خارج هو وابن احمد وواحد صحفي كان اسمه وحيد رأفت، كان صحفي شاب لسه صغير. انا مروح على البيت في مصر الجديده وهو قال لي العربيه هتجيلي تاخدني لانه كان ساكن اخر الشارع شارع اسمه فامي في اخو المكتب قدام كليه البنات واخر الشارع اسمه فامي البيت هناك نمره 20. فقال لي كذا ونتقابل بعديها الساعه 5 في رئيس مجلس ادارتها في اول طريق الصحراء. انا عد عليه بالعربيه لانه ما كنتش بحب يسوق بالليل عشان النظر وكده، فكنت بعد عليه ونروح وكده. بالمناسبه قبل المحاوله دي باسبوعين حدثت محاوله اخرى. هو كانت عربيته الفولفو كان حصل لها حادثه، انا معلش قلت الاسم انا اسف. ما خلاص بقى ما هي راحت وصاحبها راح يعني الله يرحمه. حصلت له كان عمل حادثه بالعربيه. هو كان في السواقه برضه يعني مش قوي شويه كده حتى لا حتى كده. فقال لي وديناها للراجل بصفه انا صغير بقى وكده، وديناها اللي هو للشركه بتتصلح فخد عربيتي. قلت له بقى خليها معاك انت في الحادثه. لا عربيته هو. فخد عربيته قلت له خليها معاك اسبوع يعني ادينا ماشيين وانا معايا اخواتي وبتاع معاهم عربيات ولسه انا يعني متخرج جديد فمش محتاج عربيه قوي زي ما يكون هو. المهم حدثت هو كان معروف لما بيطلع زي الطلعات اللي بيقولوا امريكاني دي. لان رجليه كانت تقيله شويه على فالعربيه ركبها هو مكتبه ودخل. فانا كنت قاعد عنده بتاع وانا خارج قال لي بقى خد العربيه انت جبت عربيتي خد عربيتك. خدت العربيه فانا راجع بالراحه وطالع الاربع عجلات طاروا مفكوكين خالص عربيتك. على سنه اللي هو كان راكبها اللي المفروض لو طلع بيها كان توفاه الله انما كان قدره كان لسه يعني بس هم ملاحقينه. على اي حال يعني انما هقول لحضرتك على من خلف الكواليس مثلا الحوارات لما كان بيكلمك عن ردود فعله بعد المناظرات ديت. طبعا احنا كنا عارفين المناظره اولا اللي كان بيناظره في مناظرتين شهيرتين اللي هي واحده في اسكندريه والثانيه بتاعت معرض الكتاب. طبعا بالظبط الشيخ الغزالي الدكتور محمد عماره محمد سليم العوا دولت كانوا في اسكندريه ونفس الطقم دوت وتغير كان الدكتور فؤاد كان معاه عن الدولة المدنية وكان اللي بيدير الندوة الدكتور سمير سرحان قال له مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية. فرج فوضى مثقف جدا أفكاره مرتبة جدا ورجل علمي جدا. الثاني ناس هلهلي على الله يعني ناس على الله لحد الدقيقه دي. احترام لشخصيه. لا 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 انا اصلا انا اتعلمت انا طبعا يعني في القراءه من زمان لان والدي عندنا مكتبه. فانا طالع واخد دي بس هو اللي نمى افكاري ومداركي الدكتور فرج فوضى رحمه الله عليه. وبالمناسبه لما طلع من المكتب وهم بيضربوه العيال كان معاه ابنه احمد اتصاب معاه وولده ابنه ياسر الكبير توفاه الله بعد ما توفى هو ب 2 أو 3 سنوات. لكن ما حكاش لحضرتك يعني عن ردود فعل هو الشخصيه. لا هو كان عارف ان هو هيموت. حتى كاتب كتاب عن الحقيقه الغائبه كاتب فيها الاهداء الى ولدي ياسر الذي لم ادخر له سوى المخاطره.
قولا واحدا. وكان تملي يوصيني باولاده وكذا، ولحد دلوقتي الحمد لله العلاقه ممتد، ويعني اتجوزوا العلاقه الحمد لله جميل. على اي حال يعني هو حل المفكرين العظام والكتاب والفنانين ان اعمالهم لا تموت يعني. القرضاوي طلع الفتوى باحل دم. وعلى اي حال قاتل دكتور فرفود اخذ عفو رئاسي من دكتور محمد. لا ده في بالمناسبه معلش حته كده، لما قتلوا هو كان بيكتب في مجله اكتوبر بتاعت الحكومه فقالوا للقاتل لما اتمسك بقى وبتاع قتلته ليه؟ قال لهم ده كافر. قالوا كويس. الراجل وكيل النيابه بيساله بقى هو جيب له نص التحقيقات معايا. قالوا له كافر ليه؟ قال لهم ده بيشتم ربنا. قالوا له كويس سمعته؟ قال لهم لا ده بيشتمه في الكتب اللي بيكتبها والجرايد والمجلات. قالوا له في مجله ايه؟ قال لهم في مجله سبتمبر. ما هو لا يدرك. لا صحيح. المهم من ضمن الحاجه انت ساكن فين؟ ساكن في حته في الشرابيه مش عارف ايه عطفه ايه في اوضه فوق السطوح. طب جبت البندقية منين؟ انا اشتريتها من السوق من كذا. بكام؟ ب2000 جنيه. جبتهم منين؟ قال انا عندي تلاجة وبعتها. الكلام ده في 92. كانت اكبر تلاجة مثلا اللي هي 2000 جنيه. لا اكبر تلاجة اللي هي في شقة البشوات. ما تجيبش 2000 جنيه. ب1000 جنيه. فانت جايب في اوضة في السطوح تلاجة ايه اللي بتبيعها ب2000 جنيه في اوضة في السطوح في الشرابية في عطفة. كلام فارغ يعني. المهم هو كان اللي خده كله 225 جنيه من الناس، وكان ليه لسه 250 جنيه. من مين؟ من اللي خد منه. قالوا له اقتل فرق فوق. تمام. في سبيل الله يعني على ما اعتقد يعني 225 جنيه. هو فودة مات بجسده طبعا، لكن تبقى أعماله تبقى أفكاره. الأفكار لا تموت ولا الأعمال تموت يعني في أموات كتير عايشين على أرض الواقع، لكن هم أموات ما لهمش ذكر الحقيقة. ما هي دي أصعب حاجة، إنك تبقى عايش ميت مش الميت الحي. صحيح. في أموات أحياء أكثر من الأحياء الأموات يعني. لكن خلينا بقى نخش في موضوع الاقتصاد، لأن هو مرتبط للأسف بأوضاعنا كلها اللي هي ثقافية وفنية وسياسية. هو يعني الحائط الأخير اللي بتقع عليه كل المآسي يعني. شايف وضعنا الاقتصادي دلوقتي إزاي يا دكتور أحمد؟ إحنا حضرتك هنا من شهر وقبليها من شهر ونص أو شهرين قلت لحضرتك هنتكلم على القرض ومش القرض. طبعا كنا القرض وقلت لك حتى مش هياخد. طلعوا تاني يوم يقولوا إن إحنا قريبا سنوقع خلال يومين. قلت لحضرتك والله العظيم كده لن يتم التوقيع قبل نهاية العام. قولا واحدا ده كلام مقفول يعني. وبعدين أنا مش بقول ده لأن أنا بأحلم أو في مخاوي عفريت. لا ده في واحد اتنين حضرتك راح الامتحان الساعة 9 تكون في الامتحان. الامتحان في ميدان التحرير. سعادتك ساكنه في اخر الدنيا ولابسه البيجامه وقاعده في البيت لحد الساعه 10. هتخش الامتحان وتنجحي؟ لا. تقولي لا ان شاء الله اخش وانجح واطلع الاولى. يا ست هانم الميعاد فات من ساعه. لا برضه اخش واطلع. يا استاذ ما ينفعش. كلام يبقى كلام ناس مغيبه وما فيش. في خطوات احنا ما عملناهاش. احنا للاسف عندنا البورصه بتعكس باختصار شديد المرايه. اللي ورا الباب بتاع حضرتك قبل ما تيجي خارجه من البيت تقوم باصه كده شايفه ان انا تمام ولا بتاع وخارج. لو اي منعكش ولابس بيجامه وبنطلون طالع وفرده نازله والكلام من ده هطلع بره الناس هتضحك عليا. صح؟ لابس وتمام ويعني مظبط اموري الجو يبقى جميل. فالبورصه تعكس حالة الاقتصاد وحالة السياسة وحالة الاجتماع وحالة الثقافة وجميع حالة المجتمع. حالة الأمن وكل كله. البورصة الحاجة الوحيدة اللي بتخاف وتجري في أي وقت. البورصة أنا فلوسي في جيبي. ما بشتريش مثلا علب سمنة فأنا محتاج وقت على ما أصرفها. لا ده فلوسي في جيبي. هات شكرا خد بقى زي اللي بيتاجر في الممنوعات. فبيجري بسرعة ما عندوش وقت. عشان يأمن فلوسه. يأمن فلوسه. فالنهارده لما يكون عند حضرتك احنا بقالنا شهر ونص الناس بتوع تمرد وتجرد واللي احنا نوصل لحاله التشرد بعد كده يعني هي دي اللي الخطوه الجايه بكلم عبد الجد والله هنصل. هي تمرد بدأ بقى التجرد معاه. انا بقول لحضرتك الضلع الثالث التشرد في المجتمع عشان للاسف الشديد والله هو ده اللي هنصل ليه. الماليه فعلا هو ده اللي هنصل ليه. النهارده الناس بتجمع توقعات قالوا 4 طب ده 15 ده 12 ده 10 ماشي احنا يوم 30 نازلين. اديني مستثمر يجي يضخ مليم عند حضرتك. تمام. سعادتك عزماني على البيت عند سعادتك وبتقولي له وانت جاي كمان هات الغدا ليا ولعيالي. جايب الغدا انا وجاي لقيت ضرب بالناس بالكراسي على باب شارعكم. هكمل واخش؟
وناخد الغدا واقعد عند ناس تانيين، ناخد الغدا واقعد عند ناس تانيين. ما انا مش رايح الكعبه المشرفه وهو ده المكان الوحيد، ده في ناس تانيين جنب الناحيه التانيه، مش كده؟ يبقى دوت الحل. لما اجي اخش في حاجه ويتخطف نائب رئيس المجلس اداره البنك الاهلي ويطلبوا فديه 2 مليون. ده نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. طب انا يا مستثمر يا اللي ماشي في الشارع، ده ممكن يخطفوني انا، ده ياخدوا فلوسي كل شيء، ده يقتلوني، ده ياخدوا عيالي، يجي يحط استثمارات عند حضرتك. طيب لما يطلع التصنيف لائتمان المصرفي اتخفض 7 مرات خلال 15 شهر، من ضمنهم 4 مرات في الفتره من 30/6/2012 حتى اليوم. اربع مرات في الفتره في سنه، والثلاثه في اللي قبليها، يبقى خلال الفترة 15 شهر اتخفضنا 7. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ لا ده باختصار انت دخلت المرحلة سي، المرحلة سي اللي هي ايه باختصار شديد؟ احنا قلنا التصنيف الائتماني زي درجات الجامعة. في واحد جايب ممتاز، ده يبقى تلميذ كويس، وكل الامهات يقولوا لعيالهم والنبي اقعد جنب التلميذ كان جنبيه. صح. ولد زي الالماس. اللي جايب جيد جدا برضه محترم. اللي جايب جيد سنة، اللي جايب مقبول كويس، اللي جايب ضاد ده ضعيف. انت هتنصحي ابن حضرتك او بنت تقعد جنبيه؟ لا اكيد لا. اللي جايب ضاد جيم ده بنبعد عنه. طب اللي اترفد؟ لا مش عايزين نعرف، مش ده احنا لو شفنا هنزلق ميه عليه سخنه من البلكونه، مش عاوزين يجيلنا، مش كده؟ احنا دخلنا ضاد جيم، ففضل لنا همسه وناخد الرفض بتاعنا ونمشي. فده بيحصل لنا ايه لما نمشي؟ الاشاره دي اشاره المؤسسات الدوليه بتقول للمستثمرين يا اخوانا ما حدش يروح هناك، دي واحد. للي بره. وللي جوه يا ابني لم نفسك واطلع بره، لان الناس دي ممكن ما تدفعش اللي عليها. اللي جوه اللي هو المستثمر العربي او المصري طبعا، لا او الاجنبي كمان، الاجنبي كمان. فيبتدي النهارده ده يضخ مزيد من الاستثمارات ولا يقلل ويجري؟ يقلل، زي يقلل ويجري. البيع المكثف للمستثمرين، لذلك انت البورصه خلال من ال 15 يوم اللي فاتوا انت خسرانه فوق ال 22 مليار جنيه. ايوه تمام. خلال 15 يوم 15 يوم شيلوا منهم 4 ايام جمعه وسبت وجمعه وسبت، يعني خلال 11 يوم 22 مليار. يعني تقسمهم على 11 يبقى كل يوم 2 مليار، نقوم من النوم الدنيا خسرت 2 مليار. طيب هو من العناوين برضو اللي يمكن المواطن المصري العادي يصحى الصبح يقراها في الجرنان، انه انخفاض مؤشر البورصه 37 مش عارفه مليون فاصل بسبب قضيه سد النهر. طبعا. يعني ايه علاقه ده؟ تمام. قلت لحضرتك البورصه بتعكس حاله المجتمع. لو الدنيا داخله على رواج لا هنشتري ونبيع ونعمل، مش كده؟ يعني لو قالوا لحضرتك المنطقه الفلانيه الحكومه هتبني فيها كمان شويه في المحافظه الفلانيه اراضي ومش عارف ايه واستثمارات، وهننقل الفندق الفلاني ومقر الحكم هناك، كل الناس هتجري تشتري اراضي في المنطقه دي لان ان شاء الله هتغلى ونبقى زي الفل، مش كده؟ طيب قال والله ده جايين احنا عندنا، انا ساكن في مصر الجديده قدام قصر الاتحاديه، العينه سعرها وطي لان ما فيش حد بيقعد هناك للاسف الشديد، وانا متربي في الحته دي. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه. نزلت، مش كده؟ بس الحتت اللي جوه اللي مستخبيه اللي محدش يعرفها هي اللي عليت، لان الناس بتهرب من هنا تروح هنا. فانت نفس الكلام، انت داخله على حرب. الخطاب اللي بيتم تداوله من الحكومه او من المعارضه او من السياسيين او اصحاب الاحزاب او الناس ديت كله، ان احنا سنضرب بالرصاص وسننتقم وجيشنا والدماء وتروى والحواديت دي. المتحدث باسم الرئاسه النهارده قال الحل العسكري ده اخر حاجه نلجأ لها، لسه في ابواب كتيره مفتوحه. بس امبارح سياده الرئيس قال لك والله ان قطره الماء لو اتقطعت سنرويها بدمائنا. لو بقى ما تتقطع ان شاء الله يبقى. ما هو سنرويها بدمائنا، دي حاجه من الاثنين. تخوف المستثمر على طول، يقول لك دي ناس داخله في خناقه ولا. ما انا في حته بس في فرق ما بين ان انا بحتكر حاجه زي الكعبه وقبر الرسول الكريم، دي في مكه ودي في المدينه، في حته في ال 193 دوله عندهم الاثنين دولت. فغصب عننا حتى لو في لبش هناك هنروح، ده راح احج واعمل فريضه المولى عز وجل. اللي عند حضرتك موجود مش موجود في حته ثانيه، عند حضرتك بحر، طب ما نروح تونس عندها بحر. عند حضرتك ايه اللي موجود تاني؟ الجو جميل؟ والله نقعد في دبي ونفتح تكييف الجو جميل. صحيح. مفيش مشكله. صحيح. هناك امن وامان، هو دي الاشكاليه اللي احنا مش واخدين بالنا. احنا قعدنا لسنوات طويله مدين لنفسنا وضع من الاهميه واحنا كنا بنتساقط.
احنا دولة وريادة وخلافه ومفيش حد هيحصلنا واحنا ام الدنيا والكلام ده كلام هرتلة. اعرف الوقت يا بيه حجم حضرتك قد ايه. انت كنت فعلا اجدادك ناس عظام. انت النهاردة واحد تافه في الحياة. مفيش انت لا انت راجل ما بتديش الحضارة. انت مستهلك للحضارة. ادي حضرتك العالم كله سنويا 2 تريليون دولار قيمة صناعة الادوية. مصر بتشارك فيها بكام؟ بكام؟ ادي انت رقم كده. لا ما اعرفش دكتور. اي رقم؟ 1.3 مليار دولار. من 2 تريليون دولار. 1.3. يبقى انت مؤثرة. مع ان دي صناعة قوية عندنا يعني. احنا بناخد تصريح من شركات كبيره بس دي يبقى دي صناعه مؤثره عند حضرتك. المبنى كله ده 43,650 واحد مش كده؟ بيشربوا شاي طول النهار ولا غلط؟ فنجان القهوه بتاع حضرتك ده يؤثر في الشاي ده كله ولا ليه لازمه؟ كلام فارغ. لكن احنا يعني احنا لو اخذنا كده حسابات من اول الثوره بقى عشان نكون من 25 يعني من 2011 حتى الان هنقول بالارقام حاجات تخوف جدا طبعا. انا عارفها لان حضرتك قلتها لي من شهر ونص. مش عايزه نخض الناس ثاني لكن في نفس الوقت يعني احنا عايزين نفهم هل المساله مرتبطه باداء مؤسسه السلطه بشكل عام الرئاسه طبعا. والحكومه طبعا. بس ولا كمان مرتبطة بسلوك المصريين وطريقة تعاملهم مع الحاجات وسلوكهم الاقتصادي الأحيان الخاطئ. مش عايز أحمل مواطن يعني أزمة أي ذنب لكن عايزين نفهم لب المشكلة فين. طيب. أقول لحضرتك باختصار شديد أنا بقول الاقتصاد مرض السياسة عرض. يعني إيه المرض؟ أنا والله ممكن العرض يجيلي صداع عندي صداع جامد جدا. عرض ده عرض لمرض اللي هو ايه والله ضرس بتاع العقل وارد يعمل له صداع مش كده؟ الكلى عندي تعبانه يعمل له صداع. صبعي واحد داس عليه يعمل له صداع. انا لما اخد اسبرين اريح الصداع انا عالجت المرض؟ لا ما عالجتوش. يبقى لازم اعالج المرض. المرض هو الاقتصاد مرض السياسه عرض. بتاع المعارضه واقف يسب في الحكومه يقول ايه انتوا ما اديتوش للناس فلوس انتوا غليتوا الاسعار على الناس انتوا مش لاقين بنزين. كلام محترم ده العرض مثلا كويس. لو انا بقى حال المشكله ديت يقدر الراجل بتاع السياسه يطلع يقول الكلام ده؟ انما هيتكلم ان ما فيش ديمقراطيه بتاع بس احنا بناكل وبنشرب وفي بنزين وبنمول والنور ما بيتقطعش على التلامذه في الامتحان. يعني لما يكون واحد بيمتحن وقطع عليه النور والمراوح ولدرجه الحراره 46 طب ده انا فاضل ايه؟ فاضل لو اوقد بنات وابقى زي ابو لهب. ما عملت يعني ده اللي فاضله لو اوقد بنات وابقى زي ابو لهب. والنور قطع كمان على اطفال في حضانات وماتوا يعني حتى في الثانويه عامه تمام يعني النور قطع. القصه كلها الاشكاليه ان الحكومه بدايه حل اي مشكله يا سيده الفاضله 5 خطوات. الخطوه الاولى الاعتراف بوجود مشكله. معرفه اسباب المشكله. الحلول الممكنه للمشكله اختيار الحل الامثل تنفيذ الحل بكل كده وصراحه. انا لحد المنطق العلمي ده هو ده الخطوات العلمي دي خدتها وانا في ثالثه رابع في اكتر من كده كلنا خدناها بس يعني ما بنعملهاش. السؤال بقى هل الحكومه معترفه ان في مشكله؟ اما يطلع بتوع اللجنه الاقتصاديه في حزب الحريه والعداله وكنت معاهم واصحابي يطلع يقول لك ابدا احنا ما فيش مشكله ده الاحتياط زاد في عهد الدكتور مرسي عن الاول. تقول له استاذ الكلام ده فين الكلام الفارغ ده؟ لا يبقى خبر كويس يعني. ده كلام فارغ مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده. زي ما اقول لحضرتك صلاح طوله 6 متر يعني. خبر كويس بس هو طوله 6 متر لا يعني نشوف بالارقام بس طوله 190 سم مش بقى 6 متر ما جيتش انا في قعدت عندكم في الرده وامنوا مش كده؟ نزلتش يعني نحسم هم دي ارقام مش ما ارقام اللي بيقولها راجل مغيب دي واحد هيلعب في الاحتياطي الوطني. طب ده قال لي حاجه ثانيه وده الدكتور انا بقول لك ده قدامي عشان بس يبقى وكلام كان على الدكتور محمد جوده المسؤول عن اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله يوم الخميس الماضي اعلن ايه؟ لا يا ريت زاد. قال لك ان مصر لديها من النقد الاجنبي او 5 امثال حجم الاحتياط. قلت له حجم الاحتياط 16 يعني مصر ده 60 مليار اخرى. قال طبعا وموجودين عندنا فين؟ قال مش هقول لكم على مكانهم ودي هنفاجئ بيها الشعب. فكان معايا اساتذه افاضل واحد من صندوق النقد الدولي وواحد في جامعه القاهره. فين يا استاذ محمد الفلوس دي؟ في بير يا. انا لا ما قلتش بقى في بير لان انا البير ده ما عرفتهاش. انا قلت له يمكن في الكوميدينو بتاع سياده الرئيس حاطينه جوه. ما هو ده ملوش حل تاني يعني ما انت يا حاطط 60 مليار دولار وهيفاجئونا بيها وعاملينها لها مفاجاه في 30 يونيو مش عارف مثلاً؟
مغيبه. فانا لما اطلع اقول لك ان مفيش، يمكن عندهم فعلا يا دكتور مين. يا استاذه ما عد غنماتك يا جحا، واحده نايمه وواحده عاميه. يعني مصادرهم الخاصه هيبقوا منين؟ يعني هيتبرعوا لينا؟ اه ليه لا، يعني بيحبوا الوطن وهتبرعوا بالمصادر دي. وهو جاب 60 مليار منين؟ ده هو لو اتبرع بيهم يروح الكذب غير مشروع. مغري قولا واحدا. انا سيادتك انا تديني انت الصبح من عند حضرتك 200,000 جنيه بتتبرع بيهم، انا وديك كذب غير مشروع دغري. جبتهم منين؟ طب ما انا اكيد عندي صرفه قانونيه يعني جمعتهم. ما في يعني ما فيش كلام بجعلك مغيبه، كلام في الهواء. انما لما اقول النهارده ان الغاز موجود وان ما فيش ازمه في البوتاجاز، يطلع السيد وزير التمويل يقول لك ما فيش، ده بالعكس احنا مولنا اكتر من اللازم. يا استاذ طب احنا بنعدي على جميع المحطات، في محطة أقل من صفين أو ثلاثة في نص كيلو وقت قدامها، بس البنزين والبنزين والجاز والكيروسين وخلافه. هل الكلام ده ما فيه؟ طيب أنا بقطع النور ليه حضرتك؟ لأن قيمة الأموال اللي أنا بشتري بيها قلت. فأنا كنت مثلا بشتري 100 صفيحة جاز، بقوا النهاردة 60 صفيحة لحد ما تشتغل عشان الكهرباء ما تقطعش لما الناس تعتصم. طب يبقى بالتالي العربيات ما فيش، شوية أقوم مشغل العربيات تقوم المحطات واقفة والمصانع واقفة، بس يبقى انا ما حلتش المشكله. هو ده بقى علاج العرض، الصداع. خد اسبرين يا استاذ. حلينا المشكله، شفنا الراجل اللي صابعه مضحك ده حليناه، اللي درس وارم ده حليناه. ابدا. طيب سؤال تاني، هل في خطه اقتصاديه الدوله عرضتها؟ بيقول ابدا. لا في، انا بقول لحضرتك رئيس الوزراء بيقول في خطه. طيب ادي لحضرتك حاجه. سيد رئيس الوزراء اتعين يوم الخميس اول يمين له، يوم الخميس 2/8/2012 دي اول وزاره. قعد الوزارة الأولى لحد يوم 3 يناير 2013، الوزارة الثانية حلف يمينها 4 يناير 2013، قعد لحد 6/5/2013، الوزارة الثالثة 7/5/2013. النهاردة حضرتك احنا بنتكلم 12/6/2013، من يوم 2/8 حتى اليوم لم يتم تقديم برنامج من السيد رئيس الوزراء لا للمجلس الشورى ولا للدولة ولا لأي حد. فبالتالي هو بيصرح ان هو عنده خطة. هو يقول يا ست هاني، ما هو يقول، هو راجل من الناس المحترم وطيب جدا وقلب ابيض واللي في قلبه على لسانه، دي مؤهلات تحكمنا. طيب خلينا ناخد رأي حضرتك في الإجراءات اللي عملتها الدولة بالفعل الأيام دي، يعني مثلا الدعم اللي هي شالته عن بعض المصانع بنسبة 50%. طبعا ده مش كويس. هقول لحضرتك على حاجة، أنا لما أجي أحل مشكلة لازم احلها من الجذور. انا لما يجي النهارده افرض مجموعه من السلع، زياده الاسعار الجمركيه على 108 سلعة، بالمناسبه ده طلع يوم 21/3/2013 اللي هو يوم عيد الام. اول سلعه فيها كانت لبن الاطفال. قبليها بثلاث ايام كان السيد رئيس الوزراء صرح ان الناس الاطفال في بني سويف بيتسمموا لان صدور امهاتهم مش نظيفه. تمام كويس، يبقى الناس دي ناس مش نظيفه وما استحموش، نديهم لبن بقى بتاع الاطفال، اقوم مغلي لبن الاطفال. يبقى انت جاي تموت العيال دي؟ ما هو انت اللي عاوز تدي له من امه، امه مش نظيفه وانت سيادتك مغلي عليه، يبقى ده كلام فارغ. تاني سلعه، وبعدين قال انا هرفع الجمارك على السلع الاستفزازيه. خدي بال حضرتك بقى من تاني سلعه، ايه هي؟ الملابس المستعمله اللي في وكاله البتاع اللي جنبكم دي. دي سلع استفزازيه؟ ده تصريحات استفزازيه. لا ده في حاجه، لا ده من ضمن البنود. السؤال بقى هنا، لا انا قلت انا بس اطلع. شوف انت حضرتك ضحكت وهق وخلص. لا استفزازيه، لا ان في قطاع كبير من المصريين بيعتبروا. لا ده 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 دي ده ليه مغزى اكتر من كده. ايه بقى؟ اما تكون السلع المستعمله اللي هيلبسها الراجل التعبان استفزازيه، يعني باقي الشعب اللي تحت الاستفزاز ده ماشي ملط. دغري ماشي ملط. ما انت اذا كنت انا لابس فانيلا مقطعه وسيادتك شايفني ان انا كده عريس وراح اتجوز ومستفز وكذا، طب يبقى اللي ورايا ده راجل ملط يا عريان. يبقى احنا من الملط للعريان يا قلبي لا تحزن، ومن السلع الاستفزاز. ده كلام ضد المنطق. لما اجي النهارده اشوف بقى السلع اللي احنا قلنا عليها رفع الدعم، انا برفع الدعم عن المصانع كثيفة استخدام الطاقة، ده كلام محترم. تمام، هو رشد 50%. السؤال المصانع دي بتستخدم ايه من الطاقة؟ كميات كبيرة لها، بس في نفس الوقت كان المفروض في قانون اخر يصدر. النهاردة لما انا اشيل الدعم عن الجزء ده اوتوماتيك المصانع هيبقى غلى عليها المدخلات بتاعتها البنزين والجاز على المنتجات. السؤال في قانون في العالم كله يحكم الاسعار فيه اسمه قانون تحديد هامش الربح.
هامش الربح للسلع الغذائيه على مستوى العالم يتراوح ما بين 25 ل 28% للسلع التعدينيه اللي هي الحديد والاسمنت والاسمده والسيراميك والالومنيا والخزف وخلافه والورق 30%. السلع الهندسيه الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والمراوح والسقانات 30%. انت عند حضرتك في السلع الغذائيه يتجاوز الربح ال 120%. لا ده في السلع التعدينيه يتجاوز لا ال 500%. ال 500%. يبقى انا اشيل الدعم واعمل حساب التكاليف وفي نفس الوقت احدد احط قانون تحديد هامش الربح. ما فيش القانون ده عندنا؟ لا للاسف الشديد. امال ايه بيقولوا احنا المسألة. اقول لحضرتك بيقولوا اصل احنا دوله ليبراليه وبناخد بنظام السوق. نقول له يا سيد الفاضل انت رجل لا تدري ماذا تقول. احنا ولا فرنسا اكثر ليبراليه؟ اكيد فرنسا طبعا. طيب احنا ولا فرنسا اكثر راس ماليه؟ اكيد فرنسا طبعا. الدكتور مرسي ولا الحاج ساركوزي اكتر يعني خوفا؟ لا انا بقول لك من ايام ساركوزي لان هيجي اكثر يعني حمايه للراسماليه اكيد الحاج ساركوزي. طب سنه 2009 الاخ ساركوزي طلع قرار في الدوله عنده هناك لما لقى بتوع عصائر بعض العصائر عملوا احتكار لبعض السلع وبقت الحاجه في حدود 50-52% نسبه هامش الربح. انا عامل قرار التالي هامش الربح 25% للسلع الغذائيه، السلع التعدينيه 30، السلع الهندسيه 30% مع وضع ضوابط على كل سلعه كل حاجه يتحط التيكت عليها، سعر المصنع قد ايه، سعر تاجر التجزئه قد ايه، سعر المستهلك قد ايه، علشان يبان مين اللي سرق ومين اللي عمل. تمام. هو ده نفس الشيء اللي بيحصل في ايطاليا، يعني دلوقتي ايطاليا فيها اجراءات تقشفيه. لا ده قول الوقت بيعمل اجراءات تقشفيه. انا بقول لحضرتك 2009 هو طلع احنا يبقى ما فيش حاجه اسمها السوق ومفتوح ونت، ما فيش واحد يكسب 300% و400%، ده اسمه ثراء الافيال، ده اتلغى. ثراء الافيال ده اتلغى من العالم كله. يعني الدعم اللي هو 50% ده ملوش اي قيمه ان هو طبعًا. يزيد على بعض المصانع. طبعا السؤال بقى اي قيمه؟ يعني طبعا هنوفر منه اي شيء؟ ما انت مش هتوفريه يا ست هانم. ما انا قلت لحضرتك الحكومه هتوفر قرشين، انما في نفس الوقت المواطن التعبان اللي هو بقى هيدفع قدامه السلع الاستفزازيه بتاعته الفانيلا المقطعه اللي هو ماشي عريان، ده راجل ملطه اهو، ده جاي لنا ملط مش كده؟ هزود على اللي جابوه قيمه السلع دي. يعني لو رايح يرمم دوره الميه بتاعته يليسها بشكاره اسمنت غليت عليه. يعني يا يقعد في البتاع مخرومه يا لابس فانيلا مقطعه، ده شغلانه شغلانه يعني غم الغم غم الغم. حد لحضرتك مثلا لحل مشكله الطاقه دي؟ المهم ان احنا بنتكلم في مشكله في حيويه بتمس كل مصري يعني عايش على الارض دي، بس حضرتك عندك كم من القدره على انك تنقلها بشكل بسيط يعني يدعو لل لما حضرتك يطلع ان لبن الاطفال والملابس المستعمله من السلع الاستفزازيه ان انا احطهم ده كلام ناس مغيبه. طيب حضرتك قلت طب ما تزود على الويسكي يا عم. ايوه روح زود على السجاير اللي هي الكبيره ام 50 جنيه دي ولا بتاع مثلا حاجه اللي هي ملونه دي ولا بتاع 95 برضه يعني عشان ماشي زود على يعني. خمسه وماله، انما انت النهارده هدي لحضرتك مثلا العالم كله احنا للاسف لا نطلع. انت ممكن تحل مشكله الطاقه دي في مصر نهائيا خلال 45 يوم، ولا نستورد ولا نوجع دماغتنا وننظف بلدنا ونبقى زي الالماس. معظم المصانع 90% من المانيا دوله متقدمه ولا زي المانيا عندنا متخلفين؟ المانيا تمام. جميع المصانع بتاعت السيارات مش هنقول ماركاتها، السيارات والاسمنت ومصانع الورق وخلافه، تعرف الوقود بتاعها منين؟ القمامه. القمامه تدوير المخلفات لا يدخل قمامه زي ما هي كده، انا جبت البتاعه دي على مكنه تخش هي اللي تولد لك الطاقه، ولا بترول ولا غاز ولا الهواء ولا اي ممنوع شيء. فنضف المدينه وما طلعش مخلفات وما طلعش مخلفات، دي واحد. اتنين الويست اللي داخل ده بملمين، ده ماما حضرتك غلظه الزباله ديت صح. ويبقى انت خفضت سعر المنتج ونضفت البيت وكلام من ده، ولا استخدمنا بترول ولا غاز ولا كذا. يا اخوانا طلع قرار جميع المصانع كثيفه في استخدام الطاقه. بالمناسبه بقى قيمه اي مصنع اسمنت ابو مليار جنيه ده يتم تحويله لليله دي ب 2 مليون دولار، يعني ب 15 مليون جنيه مصري، يعني نقدر نعمله الصبح لجميع الناس والمصانع دي. نخلص من القمامه بتاعتنا تماما، ويبقى صاحب المصنع غصب عنه هيروح للزبالين يقول له ولا اجمع لي الزباله، ما هو عنده ده مش كده؟ يتلاقي الزبالين لما يتعاملوا معاه احسن.
صحيح. ولا يفرز ولا حاجة. ادي امثلة بس على اللي هو نقدر مصر الاشكالية اللي فيها يا سيدة الفاضلة هي الادارة. احنا ما عندناش ادارة لأي حاجة. الازمة عندنا ان ما عندناش ادارة للازمة. لو حضرتك شفتي المؤتمر المؤتمر يعني. بتاع السيد الرئيس اللي جمعه يوم الاثنين مع السادة الافاضل اعضاء المعارضة والاحزاب الوطنية والقومية والثورية والحركات الائتلافية وحسن والكلام دوت والناس الطيبة دي. انت شفت المؤتمر؟ المؤتمر ده انا بنتي في خمسة ابتدائي في لجنة الخطابة في المدرسة اقسم بالله العظيم بتعمل مع زمايلها يعني نقول برزنتيشن كده تعمل مؤتمر اقسم بذات الله افضل من هذا مئات المرات. طيب خلينا نقول لسه حضرتك اخر سؤال لانه وقتنا للاسف زي ما بيخلص كل مره سريعا. انه يعني اذا الامور ماشيه كده من سيء لاسوء طبعا ما مش بودي ابدا ان انا اقولهم كده بس اقتصاديا على الاقل ماشيه كده من سيء الى اسوء والناس متوجسه خيفه من 30 يونيو وانه ده هيوقف البلد يعني سواقين التاكسي خايفين لانه مش في شغل العمال اليوميه خايفين من البلد كلها لغوا الحجوزات بتاعتهم ل 30 يونيو هنروح على فين؟ اقول لحضرتك على حاجه انا نصيحتي انه ليا نصيحه عاوز اقولها من هنا من المنبر الجميل ده للسيد الرئيس يا سيد الفاضل انزع الفتيل انزع الفتيل اطلع حضرتك قبل يوم 20 اطلع حضرتك قول يا اخوانا انا عيبا هناك مجموعه من الاخطاء وحسن مبارك ان خلال 30 سنه ما رباش كوادر سياسيه فانا اخطات وده مش عيب انا اخطات في 1 2 3 هنصلح الخطا ده ادي وزاره هنعملها وزاره قوميه ائتلافيه من الخبراء افتح النت خلي الناس تحط لك اسامي الوزاره اللي جايين فيها هنعمل 1 2 3 يا اخوانا هنعمل لجنه تاسيسيه لاعتراض الدستور اللي موجود انزع فتيل الحزم. الحاجه الثانيه بقى النصيحه للشعب استمتع بالسيء لان القادم هو الاسوء. ليه كده انا استعدت مش كده يا رب ما يكونش في اسوء. انا في النهايه بشكرك شكرا جزيلا. اهلا بك دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي اشكرك شكرا جزيلا.